السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مرحبا بالأخوات المشتركات الغير مشتركات معنا في القناة. اللي ماشي مشترك معنا في القناة اشتركوا معنا في القناة وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد. نديرو الطريقة نتاع الفصالة في القماش. ندير هنا في القماش. القماش واش نحتاجو؟ القماش هذاك الاختيار ليكم نتوما. القماش اللي تبغيو تخدمو به تقدروا تخدمو به. تقدروا تخدموا بالبروكار، تقدروا تخدموا بالساتان، تقدروا تخدموا بالقطيفه، تقدروا تخدموا باي قماش يناسبكم. القماش هذا الزبونه مولاته قالت لي خدمي لي به. هذا لا دوبلوغ، لا دوبلوغ ساتان اسبانيول. توليو تقلبوه بهذه الطريقه، ديروه ها شوف كي تكونوا تغلفوه لهاد الجهه، هذا ديروه للوجه وهذا ديروه للداخل وديروا به الحزام. نديروا الطريقه تاع الفصاله على القماش. الطريقه تاع الفصاله، الطريقه تاع الفصاله تفصلوا لا دوبلوغ، تفصلوه كيما الفيستا باش ديروا لا دوبلوغ، تفصلوهم مع بعض كيف كيف. المهم نفصل قبل هذا ونولي نفصل لا دوبلوغ. الباترون تاعي نفصل عليه، هاي نفصل الجهه تاع الخلف ونولي نفصل الامام. المهم نتوما تعبروا، ديروا العبر، كل واحد يدير العبر اللي يناسبه. هذا نخليه الكمام، ندير الكمام هنايا، هذا يجيني في الكمام. لكن منا نخدم الفيستا تاعي تكون فيها، هيا مطوية على زوج هنا، شوف فيها 80 سنتيم، 80 سنتيم يعني 80 سنتيم، 80 سنتيم، 1.60 متر، فيه 1.60 متر على 1.20 متر. شوف غادي نخدمه ونخلي هنا الجهة تاع الكمام، شوف الكمام إلا يجيني شوفوا كيش طويته، طويته بهذه الطريقة، هاهي طويته باش نديلها العرض نتاع هاشو، طويته من طويته على الجهة، وهذا اللي يبقى لي منا، يبقى لي منا الكمام، منا كي نطوي نخرج لها الكمام، هاهي نفصلها بهذه الطريقة، هاشو، هاهو خرج لي العرض نتاعه، ها هنا، هاهو خرج لي هذا العرض، وهنا اللي يبقى لي كي نطوي على زوج بهذه الطريقة، هاهي نطوي بهذه الطريقة. يخرج لي الكمام نتاعو. ها شوف هنا نفصل، نفصل نقبض بالإبان. هاهي مثلا قصصت، هاهو مثلا نطلع الإبان تاوعي، هاهي طريقة، ها شوف، بهاد الطريقة هيا عاود هنا قلتلكم نخرج الكمام، الجهة اللي بقاتلي نخدمها الكمام، هنا نحيد الجهة نتاع هاهي، الجهة نتاع هادي نتاع الخلف. هذه الجهه نتاعنا نتاع الخلف، وهنا الجهه نتاعنا نتاع الامام. القماش ناقص هذاك قلت لكم، غير كانت كيما نقولوا كانت عندهم بلوزه وخدموا بلوزه وشاط لهم وبغات تخدمه فيستا، ها هي بهذه الطريقه. ها شوفوا هنا دروك نحل، هاي شوف الطريقه نديرو هنا نحلو باش نديرو السنسله. هذا الامام، هنا نتاع السنسلة، وهذا الخلف، هذا الخلف لي كوب برانساز لي نديرهم، نديرهم بهاد الطريقة، هنا هاهي نقلبو هاكا بهاد الطريقة، شوف هاهو. هنا هذا يقعد لنا السنسله، هذا نتاع السنسله. علاش قلت لكم زيدوا شويه، زيدوا هذيك زوج سنتيم، هاي دونك هنا ندير كوب برانساس، وهنا عاود في الوسط يقعد لنا باش نقيدو. ها هي تخليو واحد سنتيم بيناتهم باش تخيطو، هاي
هنا ندير كوب برنساز بهالطريقة. تقبضوا بالإيبانك وتقصوا الإيبانس نتاعكم. ها انني عارفه العبر هذا يخرج لي نيش، انتوما ثاني تتبعوا العبر. قصصت على حساب ما قصصتش حتى لتحت، قلت لكم ما تقصوش، تبغيو تقصوا هذاك الاختيار اللي يكون ليك. هاي قصصت غير هادو نخيطهم بعد. هذا عاودنا نقصص ندير الباس نتاع الخيط، نعاود تاع الخلف عاود يديروا لهم لي بانس. الخلف لي بانس كيش ديروا لهم الخلف ديروا لي بانس عاديين، ديروا دي بانس هنايا تقبضوا منا وتقبضوا منا باش يجيكم على حساب هذا. المهم هذا الامام والخلف نقصوا نكمل. شوف هنا باش نخرج الكمل، ها هو زيد هنا شويه ها شوف نقبض عاود بالايبانك. دائما تستعملوا الايبانك باش ما يغبنكمش. بهالطريقه في السعيد تغسلوا واحد غير تغزروا تغزروا في الفصاله وتفصلوا. هاي كل شيء سهل. دوك واش ندير نولي نفصل عاود الجهه نتاع لا دوبلور باش ندوبلي، لكن الكمام ما نغلفهمش، نغلف غير الامام والخلف. هنا الحرده نتاع الامام ونتاع الخلف، نتاع الخلف تنزلوا بربعة سنتي ونتاع الامام تنزلوا بخمسة سنتي. هاي ننزلو هنا هنا كي تديرو كلي تدوروها هاك ننزلو تقصوها هالطريقة. هاي شوف هنا هذا الامام وهذا الخلف. نوليو نفصلو لا دوبلو، ها هما الكمام. هاي يجيو بهالطريقة، هاهما الكمام تاعها. نديرو لا دوبلور نتاعها باش نغلفها، الكمام ما نغلفهمش، نغلف غير الفيستان تاعنا ما نغلفش الكمام. لا دوبلور تاعنا اللي نغلفو بيه نقصه بهالطريقة، طويت القماش تاعي على زوج، وحط هنايا حطيت الجهة تاع الخلف وهنا الجهة تاع الأمام، لكن راه على زوج يخرجوا لي هذا يخرج لي نغلف به الخلف وهادو يخرجوا لي زوج باش نغلف الامام. تزيدوا عليهم واحد سنتيم ولا زوج سنتيم، هاي ما تزيدوش بزاف، زيدوا سنتيم ولا زوج سنتيم. بهذه الطريقه نقصه. كي تغلفوا ديروا هاد الوجه، ما ديروش على هاد الجهه، ديروه هنا. نولي نقصص الكوب تاعنا الكوب برنساز. هنا تقصوا كوب برنساز تاعنا بهالطريقه، ديروا عليها الامام تاع الفيستان تاعنا وتقصوها. هيا تقصوها على حسابها، ومن بعد تولي لا دوبلوغ بوحده، نخيطو لا دوبلوغ بوحده عاود نخيطو الفيستا ونوليو نغلفو. ندير لكم طريقة الخياطة، طريقة الخياطة نتاع الفيستا تاعنا بهالطريقة. شوف خيط لقيت لي بانس نتاوعي اللي درتهم، هادو لي كوب برانسيس تاعنا لقيتهم. دايما كي تبغيو تلاقيوهم تبديو تخيطوهم من التحت، ما تخيطوهمش من الفوق، تبديو دايما من التحت.
خيط لي كوب برنسس تاعي، خيط من زوج جهات، خيط جهه نتاع الامام وجهه نتاع الخلف، درت دي بانس هنا صغار في الظهر، ديروا لي بانس، ديروا لي بانس على حسب ما تلمو في الجهه نتاع الظهر. ضرب هنايا شوف هيا لقيت الفيستا تاعي، لقيتها، لقيت الامام مع الخلف، الفيستا لقيت الامام ولقيت الخلف، ولقيت لا دوبلوغ تاعي. لا دوبلوغ ها هو لا دوبلوغ يبان لكم مليح هنا هاي. خيطت لا كوب برنسيس عاود هنا، خيطت الكوب برنسيس، درت عاود لي بانس هنا صغار هنا في لا دوبلوغ هذا. واش نديرو؟ نغلفو الفيستا تاعنا. كيش تغلفوها؟ تغلفوها بهذه الطريقه هيا شوفوا هنا، نقلبوها بهذه الطريقه، نقلبوها ونغلفوها، نقلبو لا دوبلوغ تاعنا عاود ها هو. شوف قلت لكم ديروه بالمقلوب، الساتان تاع هذا يجينا من الداخل، ما ديروهش من برا، ديروه من الداخل. كيش تغلفوها؟ نغلفوها بهذه الطريقه هيا، نخيط هنا هذه الجهه اللي من الفوق. شوف هنا قلت لكم الغلاف بهذه الطريقه هيا شوفوا هنا هاي. هذه الجهه نتاع الامام، الجهه نتاع الامام نقبضوا بالايبانك، غادي نقبضها كاع بالايبانك باش تجيني الطريقه سهله وباش تزيدوا نتوما تفهموا. هذه الطريقه نتاع الغلاف، خيطتهم قلت لكم، خيطتهم في زوج بالغلاف بلا دو بلوغ بالفيستا نتاعي. هذه هذه الجهه نتاع الامام هاي، هنا الجهه نتاع الخلف، ها هما هنا، هادو الكمام، هادو الكمام تاعهم هنا. المهم ندور عليها كاع الايبان ونزيدو نكملو بهذه الطريقه. قبضتها قلت لكم كاع بالايبان، دورت عليها كاع الايبان، نخيطها هاي، نخيطوها نبدي من ونولي نخيطها من تحت، خيطوها عاود من تحت لا دوبلوغ كاع صاير داير هاي، نبدي من الجهه التحتانيه هنا، نبدي هنا وندور عليها كاع بهذه الطريقة هنا. هذه الجهة التحتانية هنا، تجيبوا الخياطة قد قد الطريقه نتاع لا دوبلوغ تاعنا. ها هي الفيستا تاعنا غلفتها، ها هي درت لها الغلاف، قلت لكم تخيطوه، كي تخيطوه تغلفوه بالفيستا. ها هي الفيستا تاعنا هنا من تحت، توليو كي تكملوا الغلاف تخيطوا تدوروا كاع على الفيستا تاعنا، تخليو غير الجهه تاع الكمام ما تخيطوهاش هنا. واش نديرو؟ نديرو تقصوا هذوك القصات كي تقلبوا باش ما يتكملش لكمش، دورو كاع على الغلاف اللي درتو وتوليو تحدو، عاد وتوليو تزيدو تكملو الفيستا تاعكم. كي تقصو هذوك القصات هنا توليو تقلبو بهذه الطريقه، تجيو هنا الكمام وتقلبو الفيستا تاعكم، يجي لا دوبلوغ لداخل. ها شوف الطريقه هاهي.
كي نقلبو نوليو نفوتو عليه بالحداد، نفوتو عليه كاع هاد كاع ندورو عليه الحداد، تحدو كاع هنا كاع ندور عليه الحداد، ونولي نعاود له خياطة من فوق، نعاود لهم هنا خياطة من فوق. هاي شوف هاد الطريقة، ها هو الدبلو تاعنا هنا، ها شوف هادو هنا الجهة تاع الكمام، هنا تبقى لنا باش نلصقو الكمام تاعنا. دوك نحده، نمشي نحدد، لكن كي تحدو ديرو القماش، تحدوش على الطريقة. نحده ونوليو نزيدو نلصقو الكمام، قلتلكم نحده كاع كاع ندور على هاد الجهة تاع اللي درت فيها اللي خيطتها نتاع لا دوبلو. نخيطو الكمام، هاهما الكمام تاعنا كفيتهم هنا، هاهي كفيتهم هنا في الجهة تاع الكتاف. لقيت الكمام هاد الجهة، لقيتهم بلعتهم، لقيتهم نخيطوهم في الفيستا، هاهي تجيبوهم هنا، هاهي شوف هاد الطريقة، ويتخيطو هنا، هاهي ندورهم على الفيستا نتاعنا هاد الطريقة. نجيبو هنا مع الخياطة هنا ونخيط، بهذه الطريقة هاهما الكمام لصقتهم، ها شوفوا هنا يجيو بهذه الطريقة، هاي لصقت جهة، نولي نلصق هادي، هاهما الكمام، تلاقيوهم تلاقيوهم هاد الجهة وتوليو تلصقو، نزيد نكمل هادي ونوريكم الطريقة تاع السلسلة. لقاتنا الطريقة تاع السلسلة، الطريقة تاع السلسلة غير تحطوها هنا ديروها هاي، شوف هاني حطيتها قبضتها بالإيبانك على زوج جهات، قبضة من وقبضة من، تخيطو جهة من وتخيطو جهة من، السلسلة تلصق بهاد الطريقة نتاع الفيستات. هنا 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 راه مغلف، مكانش قماش خارج ولا، غير بهاد الطريقة وتخيطو، هاي نخيط جهة عاود نخيط هاد الجهة. خيط جهه تزيدوا عاود تخيطوا بدكم من هذه الجهه، نخيطوا زوج جهات، هذه توليو تقلبوها هنا، هاي تخيطوا قلت لكم على زوج جهات، هاي الطريقه، هاي شوفوا قلت لكم تخيطوها زوج نتاع الخياطات، هاي تخيطوا هنا عاود تخيطوا يجيو زوج، باش تجي السلسله تاعنا تجي كما نقولوا تجي الفينيسيون تاعها يجي شبه. نزيد عاود نكمل هاد الجهه، هاي تقبضوا دائما تعابروا باش ما تجيكم في جهه طالعه وجهه نازله، ها لازم يجيكم العبر قد قد، خيطها من هاد الجهه، نبداو درك من تحت، هاي نبداو نبداو نخيطوا من الجهه التحتانيه، الاولى خيطنا الفوقانيه دوك نخيطوا من الجهه التحتانيه. كملتها هاي كملت، نولي نزيد نخيط عاود هنا، نخيطها ونوريكم النتيجة. النتيجة النهائية تاع لا فيست نتاعنا كملتها، هاي الفيستا نتاعنا كملتها، هنا درت لها، كنت درت لكم الطريقة، كنت درت لكم السلسلة الصفرة، كنت درتها ذهبية السلسلة، درت لكم ذهبية، لكن مولاتها كي شافت قالت لي قلعي لي وديري لي الكحلة، درت لها السلسلة كحلة. لكن درت لكم الطريقه نتاع الصفره، غير هي غير الصفره بدلتها كحله، هذيك هي الطريقه تاع السلسله باش تلصقوها، المهم اني درت لكم الطريقه تاع السلسله.
الحزام ها هو الحزام، خدمت لها هذا الحزام. الحزام قلت لكم فيه 20 سنتيم عرض، والطول ديروا على حساب شنو نتوما تشوفوا الطول اللي تبغوا ديروه. ها هذه هي النتيجه النهائيه نتاع التوني تاعنا. توني هذه توني، واش خاصها؟ خاصها السروال. ندير لكم عاود ان شاء الله طريقه السروال. درت الفيستا وباقي لي السروال. السروال غادي نخدمه سروال كلاسيك، هي يجي معها سروال سروال جزيري، لكن مولاتها بغات سروال كلاسيك معاها. هذه هي النتيجه النهائيه وان شاء الله تعجبكم، تجيكم الطريقه سهله ومفهومه. ها هي هنا، ها هي السلسله، هاي شوف ها هو تجي بلا دوبلور، تجي بلا دوبلور الفينيسيون تاعها يجي شباب، ما تجيش الخياطه باينه، يجي كلشي لداخل. هذه هي النتيجه النهائيه تاعها وان شاء الله تعجبكم وتجيكم الطريقه سهله. ومع السلامه، ونتلاقاو ان شاء الله في الطريقه نتاع السروال تاعها. مع السلامه، نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.